السلام عليكم. اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع عباره عن اشياء في فورتنايت، راح نختبر معرفتنا بفورتنايت، نشوف هل نعرف هذه الاشياء او لا. انا قد نزلت مثل هذا المقطع قبل مرتين، فاللي ما شافه ما عاد ايش تحتري يعني. نزلته من قبل اكثر من 3 شهور او 4 شهور، يمكن 5 شهور بعد. مو برياكشن المقطع، ابدا ما دخل في الرياكشن، عباره عن نحل الغاز او نحل اسئله خاصه بفورتنايت. فقبل ما يبدا المقطع لا تنسوا اللايك اذا تبون نكثر من هذه السلسله او تبون نكثر من هذه المقاطع اللي هي اسئله عن فورتنايت وما فورتنايت. لا تقصرون بالدعم واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، خلونا نوصل 500,000 في اقرب وقت. اول شيء راح يسمعنا نغمه لرقصه فورتنايت ويقولنا خاصه بمين. اوكي راح نشوف الحين وراح تفهمون كل شيء بعد ما نتعدل الجواب الاول او السؤال الاول. بسم الله خلونا نبدا. اوكي ان شاء الله الصوت واضح. بس طبعا مثل ما تشوفون هذه الرقصه تو طالعه اللي هي رقصه بوكيمين اللي هي دي، فيب دي صاروا يهتمون مثل نينجا بوكيمين. اوه هذه الرقصه حقت الجالكسي، فطريقتها اللي هي بي يوريك كيف الرقصه حتى، يعني اوكي مو بس اغنيه رقصه حتى، فشيء رهيب، شيء رهيب جدا اقسم بالله شيء رهيب. هاي توني شاري الرقصة. اي 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 هاي توني شاريها والله، توني شاريها فورتنايت. طب لا تنسون كود في اس ال اذا تشترون شيء من هذه الرقصات او سكنات بعد. وهذا صوت نينجا اوكي، وحتى نينجا اللي قاعد يرقصها فدي، انا اقول دي. والله العظيم شيء رهيب يا اخي. اوكي هذه سي سي عند الرقصة بعد، والله رهيب الرقصة. هذه كانت في الباتل باس ولا هذه اتوقع انها اي واقف مكانه، بس هذا من جوري شيك اليسار، احس ان اليمين ضابطين اكثر. او بي 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 هذه الووك، والله جامدة. المقطع ذا منتشر مرة، المقطع منتشر مرة، هذا حق الرقصة. شوف كيف العالم ينظرون فيه. اوكي هذه حقت مصارعة، انا اسميها حقت مصارعة اللي هي دي. شو كيف شكله وهو قاعد يرقص. ودك اوكي للحين ولا غلط، للحين ولا غلط. هذه سي سي سي، والله اغلبها معروفة. هو اكيد انه بيجيب الرقصات المعروفة، بس مع اني ما اعرف فورتنايت شيل كثير بس عرفتها. هذه دي دي دي، ما ادري ليش النغمة دي تذكرني بشباب البوم، ما ادري ايش دخل بس ذكرني فيها مع اني ما اتابع يعني. يب صح علينا دي، حلو 10 صح. هذه بي بي الرقصة اللي ما ادري ايش تبي في الحياة. يب مثل ما قلت لكم بي صح علينا، حلو حلو حلو. انا اول مرة اشوف اللي يرقص. ها هذه اي اي، يب اي، ما له دخل في بي ولا سي ولا دي. اوكي هذه سي سي صح علينا ان شاء الله باذن الله انه صح، لاني اعرف الرقصه بعد واعرف الاغنيه حقتها. والله العظيم يعني شيء رهيب، 13 عيال من 13 صح. هذه فلوس، هذه فلوس بي، ما يبغى له شيء، ما يبغى له شيء. ابي اعرف ايش دخل اي، ايش دخل اي، ايش دخل دي اللي هي جانجم ستايل، ما له دخل. خلصنا من الجزء الاول في هذا المقطع، بما ان ما غلطنا ولا غلط لا تنسوا زر اللايك يعني ضبطونا يعني. طيب جينا الجزئيه الثانيه اللي هي يعطينا نغمه ويقول هذه النغمه خاصه باي سكن، يعني مثل سكن نينجا يعطينا النغمه مثلا حقت نينجا ويقول هذه مرتبطه باي سكن، فاكيد انها سكن نينجا. فهمتوا الفكره؟ فخلونا نبدا الحين وراح تعرفون كل شيء. هذه رقصه ستيف اللي هي رقم 7، والله نايس بدايه جيده يعني. هلا ابي اوكي ثاني. او هذه تاكوز، تاكوز اللي هي الرقم 5، حتى المدينه اللي هي اتوقع هي ريتيل، اتوقع انها ريتيل اللي قلبوها كذا كلها تاكوز. انا اقول 5، لا والله وش تسكن اول مره اشوفه، اول غلط. او هذه اللي طق عظامه اللي هو الموز، الموز رقم 2. والله في اشياء سكن قبل شوي اول مره اشوفها، او يمكن قد شفته قبل بس انه غريب يعني. توني ادري انه عنده رقصه. هذا اللي هو حق البرجر اللي هو 4 اتوقع ولا؟ ان شاء الله انه 4. يب اوكي.
اوه هذا رقم ثلاثة اللي هو الايفنت حق الدب مع الديناصور ما ادري شيء زي كذا. فنزل الفلوس بيد واحدة لان يده انقطعت. طيب تسعة شوفوا كيف والله ما اشياء توني اعرفها. انا اقول ثلاثة يا واحد بيتزا يا ساتر. عرفت الرقصة بس اتوقع انها مرتبطة ب سبعة. والله واحد لا العيد لا والله جبنا العيد كثير يا عيال. هذا رقم خمسة اللي هو الزومبي هذه واضحة عاد تخاف انت ماك دخل. اوكي والله غلطني كثير يا عيال ما توقعت اني بغلط زي كذا. رقم سبعة رقم سبعة اللي هو اللي على الشاطئ زي كذا. اوكي انا اقول رقم تسعة. والله زعلني والله الناس دفت والله والله الناس دفت والله ما توقعت جيبها. اتوقع انها اربعة هي اربعة يا تسعة بس انا اقول اربعة. هلا بالتحريات ولا واحدة صح يا ابن الحلال اتحرك. اوكي هذا كرة سلة رقم اثنين ما له دخل في جاردن طيار. يب يب صح علي والله 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 اني فنان يعني الا شوي غلطنا بس. طيب هذا وش هي؟ سبعة اوه كاس العالم يا اخي ما يبين سكن والله ما يبين صعب كذا. تسع سكنات هاي الدجاجة رقم ثلاثة اتوقع انها رقم ثلاثة. يموت الموز ذا ما انتبهت له والله او اني ما لحقت عليه. هذا رقم واحد احس كذا تمثال ما ادري ايش. خلصنا من هذه الجزئية والله بدري كل غلط غلط بس اتوقع ان الصح اكثر لانها 17 فقرة فاتوقع اني غلطت سبع او ست او يمكن ثمان بس ان الصح اكثر. الجزئية الاخيرة مرتبطة بماينكرافت يعطيك سكنات على شكل بيكسلز او فيجرز كذا شكل صغير فخمن وش هذا السكن اللي قدامك. بيكسلز يعني كنا ماينكرافت بالضبط يقول فيرجن ماينكرافت يعني بطريقة ماينكرافت. اوكي خلينا نشوف الحين بسم الله. سكن السمك اللي هو عشرة هذا واضح هذا واضح للحين يعني هذا واضح بس اوكي 20 فقرة واضح انه من جبريد. هذا لونه اخضر اتوقع ثلاثة 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 اللي هو ايش يسمونه نسيت ايش اسم الحيوان. هذا سكن الجالكسي واضح هذا خمسة اوكي اوكي هذا واضح مرة واضح. هذا عندي ذا سكن اللي هو لا مو بعندي 12 مو بعندي انا عندي السكن البنت منه. اوكي هذا هذا رقم سبعة اتوقع لانه واضح انه داخل قزاز داخل القزاز راس صغير ما ادري وشو. طيب هذا واضح سكن هذا ابو لحية طويلة رقم 13 توقعت التحدي اصعب بس صار سهل صراحة يعني. او هذا بيجامة سكن البيجامة 15 ياب صح علينا. وهذا ريفن توقع ولا اربعة اربعة شوف كيف جاي شكل ريفن والله العظيم ترى مو باين لو مو عندي سكن يمكن ما اعرفه. هذا سكن بنت اللاما اللي هو ستة متأكد اننا صح ستة يب والله شيء رهيب يا اخي. ايوه بدينا هذا في شيء في وجهه فاتوقع انه رقم 11 لانه في دائرة في دائرة تصيب هنا. حلو حلو صح علينا للحين. هذا رقم اثنين اثنين يب اثنين اللي هي السكن بنت اللي صباغ ها والله ما ادري هي تصبغ ولا لا. اوكي هذا رقم لا 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 بسرعة والله ما انتبهت اليوم. هذا درافت ما انتبهت هذا بنت الزومبي عاد واضح بس وينه؟ ثمانية اذا اعطاك بس اسود ابيض والله صعب قاعد اقول سهل قبل شوي غلط. طيب هذا وين؟ هذا تسعة تسعة يا رب انه صح. لا لازم تركز في 16 خيار كذا على السريع. اوكي هات مثال 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 16 اخر رقم لازم تنظر بسرعة كذا عشان تطلع الشخصية بالضبط. هذا الغواصة رقم واحد انا واضح انه لابس نظارة
وفيها ال حقة غوص يعني. فهذا سكن الشايب اللي هو رقم 7 او يسمونه الوحش، ما ادري اسمه وحش ولا انا قاعد اكيس ما ادري. طيب هذه نجولة بيضة 4 اوكي. ثمنيل مشاهدات. اوكي هذا سكيلتون بنفسجي رقم 5 واضح وضح الشمس. والله كيف فكر فيها ذي ما ادري. هذا شيطونه 15. كذا انتهينا من المقطع، لا تنسون زر اللايك يعجبكم المقطع واشتركوا في القناة إذا كنتم مشتركين تبون أكثر من هذه السلسلة، وخلنا نقول المقاطع اللي زي كذا، اكتبوا لنا تحت الكومنتات اللي هي ألغاز وأشياء عن فورتنايت، اكتبوا لنا تحت الكومنتات نبغى نشوف دعمكم الرهيب، ويعطيكم العافية جميعا على الدعم والتواصل، وأشوفكم على خير، سلام.